يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الركعتان اللتان يفعلهما من جلس في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس يسميها كثير من العوام صلاة الإشراق أو سنة الإشراق، فهل هذه التسمية صحيحة؟ وهل للإشراق سنة؟ لا، ما هي بصحيحة التسمية دي. الصلاة عند الإشراق ما تصح. صلاة عند ما هم يقولون الإشراق، لو قالوا الإشراق ما صح، لكن يقولون الإشراق، صلاة الإشراق يعني الضحى، يسمون الضحى الإشراق، وهذه تسمية ليس لها أصل. نعم.